السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم اصدقائي الاعزاء. مرحبا بكم في هذا البث المقتضب والقصير من بوابة احدى المطاعم. لازلنا انا والزوجة ديالي شمت رائحة الشواء. ايوا، توقفنا نضرب واحد الساندويتش ان شاء الله وغنشدوا الطريق الى مدينة فاس ومولي يعقوب. اذا انتهينا قبل قليل من اللقاء مع المدير ديال مكتب كيبيك بالمغرب بمدينة الرباط السيد ألان أوليفيي، وكانت دردشة في مجموعة من المواضيع اللي كتهم طبيعة الاشتغال ديال المكتب ديال كيبيك اللي كيمثل محافظة كيبيك هنا بالمغرب. وإن شاء الله من غادي نوصل لفاس مولاي يعقوب غادي نخصصوا ان شاء الله لقاء مفصل نتكلموا فيه على اهم المحاور ومضامين هذا اللقاء والدور اللي كيقوم به هذا المكتب هنا في المغرب. اذا كان لقاء يعني شفهي بيناتنا بجوج، واتفقنا باش انه في بدايه شهر فبراير ان شاء الله غادي يكون لقاء عبر الفيديو كونفرنس. اذا غادي يكون عندنا لقاء مع سفيره كندا بالرباط وايضا ممثل كيبيك بالمغرب اللي غادي نجري معهم حوار انطلاقا من مدينه لافال بكندا. اذا تبارك الله عليكم، وكما قلت لكم غادي نخصصوا لقاء مفصل للحديث عن المواضيع اللي جمعتنا مع السيد ألان أوليفيي. إلى اللقاء.